السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غنقدموا واحد البريوات ديال الفرماج وليزيبينا. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا جوج ربطات ديال ليزيبينا، كنغسلوهم وكنسقطروهم مزيان. عندنا نص كيلو ديال القيمون، عندنا 150 غرام ديال الفرماج غوييير، عندنا 10 القطع ديال الفرماج لافاش كيغي، عندنا 100 غرام ديال الفرماج موتزاريلا، واحد ضامة البنة ديال البقري تكون ناقصة شوية ديال الملح، ثلاثة دريسات محكوكين توما، قبصة ديال الملح، ومعلقة ديال الزبدة، ونص كيلو ديال الورقة. ودابا غندوزو المرحلة ديال التحضير. كنشدو لي زيبيناغ وكنديروها في الطنجرة، كنديرو معها شوية ديال الماء حيت كنعرفو لي زيبيناغ كطلق الماء، ما كنديرو معها لا ملح لا والو، كنبقاو نتسناو حتى كتهبط، كنحركوا داكشي مزيان حتى كتهبط لي زيبينا. وفاش كنبغيو نقطعوا لي زيبينا كنحيدوا لها غير، كنديروا غير الورقه، كنتسناو حتى كتنزل. وانا معاكم كي كتشوفوا لي زيبينا ديالنا هاي هبطات، شتي شحال كانت المره الاولى كثيره وكتطلق الماء ديالها. صافي حسينا بها دابا هبطات مزيان. دابا غادي نطلقوا عليها شويه ديال الماء بارد، نصفيوها ونقلقوا على شويه ديال الماء بارد باش تبقى محافظه على اللون ديالها. بعد ما سقطرتها من الماء دابا غنطلق عليها الماء بارد باش تبقى محافظه على اللون ديالها. كنضيفوا الزبده والثومه محكوكه وكنور، انا ما درتش الملح، ديجا كنور مالح والفرماج مالح. كنضيف عليهم ملي كتذوب الزبده كنضيف عليهم القيمرون، كنبقى نخلط العناصر مزيان حتى كيندمجوا مع بعضياتهم. ومنين كيطيب القيمرون كنصفيه من هاد الزبده، وهذاك الشيء اللي صفيت كنصوطي فيه لي زيبيناغ. لاصوص ديال القيمرون اللي صفينا ديك الزبده والثومه اللي شط غادي نصوطيو فيها لي زيبيناغ. غنصوطيو فيها لي زيبينا، نحركو داك العناصر مزيان، ومن بعد ما نخلطو هاد العناصر غادي نضيفو عليهم القيمرون. خديت واحد الإناء درت فيه لي زيبينا غلي صوطيتها في لاصوص ديال القيمرون، وزدت عليه القيمرون وزدت عليه قطع الفرماج، وغادي نزيد عليه الفرماج المحكوك، وغنخلط هاد العناصر مزيان حتى يندمجو مع بعضياتهم، وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالو. كنخلطوا هاد العناصر مزيان باش تندمج مع بعضياتها والفرماج يدخل لي زيبينا. كيتخلطوا هادشي مزيان هكا حتى هذا هو الشكل النهائي ديال الحشوه. بعد ما خلطنا مع الفرماج والقيمرون ولي زيبينا العناصر كاملين ندمجوا مع بعضياتهم، دابا غندوزوا للمرحله ديال تمر البريوات. كنشدوا الورقه كندهنوها بالزيت بحال هكا باش تجينا ساهله في الخدمه ما تلصقش لينا. قطعوا الورقه هكا قياس 3 اصبعان باش كيجيونا البريوات صغيورين ومحيطقين. كناخذوا معلقه ديال الحشوه وكنخدموا بها الطريقه، كنحاولوا ما نزيروا الورقه وما نديروش على الحشوه باش ما تخرجش لينا من الجناب. كتشوفوا بحال هكا كنقادوها من هنا بالمقص وكنسدوها بشويه طحين. هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات ديالنا بعد ما عمرتهم. هادو هما البريوات بعد ما خرجتهم من الفران، كيجيو على هذا الشكل. قدمتهم مع واحد البراد ديال اتاي، وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وينال الاعجاب المشاهدين، وكنتمنى اللي يعجبو هذا الفيديو يشترك معنا في القناه باش ديما يوصلوا الجديد. وشكرا.